بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس جلسة مريحة. يفضل استقامة العمود الفقري. نرخي الجسم، رجلين، الجذع، الحوض، البطن، الظهر، الأكتاف، الذراعين، الكفين، ممكن مفتوحتين نحو السماء على الركبتين أو الفخذين. ناخذ شهيق زفير، نرخي الرقبي، الرأس، عضلات الوجه، عضلات العيون، نراقب الشهيق، هواء بارد على الشفة العليا بالزفير، ساخن، شهيق، زفير. عم نشعر بوجود روحي، بوجود عمود من نور شكل محور ينزل من أعلى الرأس لنهاية العمود الفقري، عمودي على الأرض. الله نور السماوات والأرض، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالله مقام قلبي عميق، فيه نقطة تلاقي أصغر من أصغر شيء مع أكبر من أكبر شيء، لا يمكن الوصول لهذا المقام الروحي السامي الشريف لأعتاب الجنان بداخل القلب النقي ونحن بكارما الاعتداء على الآخرين، أو كارما الاعتداد بالأنا. فانفصالنا جحيم لأنفسنا. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الله محبة لا مشروطة، يحب كل الوجود، ولكن وجودنا الأناني هو الذي فصلنا عنه. فالله غير مفصول عنا هنا، فالله مقام يحبنا ونحبه بلا شرط، فهو المحبة الدائمة. الله هنا ينفصل عنا بالحب لأننا أحببنا غيره فاعتدينا على مقامه الجميل بنا. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لأن المقام الإلهي هو مقام وصول، مقام توحيدي عميق ليس لنا به اتصال إلا إذا نما بنا العود لنحصل على هذا الجمال. فالله ليس كائن في مكان بعيد عنا ليحب المحسنين أو لا يحب المعتدين، فهو منسجم بنظام إن نحن صعدنا إليه فنصبح بمقام المحبة. فالله هنا كينونتنا،
ليس بمثابة معاقب أو مثيب، نحن الذين نعتدي فننفصل، ونحن الذين نتطور بالإيمان فنصبح معه بأحدية الوجود. ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، لأن المقامات الدنيا فينا كلما أفسدنا في الأرض بأعمال آثمة أو بالفكر أو بالشعور بأحقاد وغضب وفتنة وجهل، فإن الأرض تبور تحتنا ويصبح قدرنا أن نعاني في خارج الذات، وكأننا مفصولون عن وعي أحدي الذات. لذلك الله لا يحب الفساد، فمن الذي أفسد؟ نحن. الله لن نصل للتناغم معه لأنه بمنأى عن هذا الفساد، فهو بداخلنا لمن صعد طاقات النمو بداخله. الله شهيد أبدي، يحب بلا شرط، ولأنه محبة بلا شرط ترك لنا حرية الاختيار. عندما نصل لله للتناغم مع الإله، ندرك معنى الله بداخلنا حقا وصدقا، معنى الروح إلهية. أما عندما نكون من المفسدين فإننا نحرم أنفسنا من المحبة، فيصبح وكأن الله لا يحب الفساد، لأننا من اخترنا البعد عنه. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن رغباتنا في عالم المقامات الدنيا قد تبعدنا عن المحبة الإلهية، قد تبعدنا عن السمو. فالله عالم عليم، لأنه فوق الزمان والمكان، ونحن بالمقامات الدنيا لا نعلم أيهما أحسن لنا. لذلك إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الحقيقي هو تسليم النفس لله بلا رغبات ولا تطرف معتقدات ولا جهل أفكار. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هنا يكمن السر، سر النفقة بإحسان، سر الخدمة لله، لكي نصاعد طاقاتنا
جمال مراكزنا الطاقية السبعة التي من خلالها تنمو حبة في تربة الأرض لتصبح بالسبع المقامات، تنمو بذرة في تربة الأرض لتعطي نورا لكل مقام فينا، وكأن كل مقام سنبلة فيها مائة حبة دليل الخير الكثير لمن كرس ماله ونفسه وما لديه تضحية وفداء وتعاون على الخيرات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الله بقوته بداخلنا أقرب إلينا من حبل الوريد. نحن نقدر على أنفسنا المحقة وقلة البركة والفقر عندما نستغل الناس، أما عندما نحسن فإننا نحسن لأنفسنا لأنها تعود لجنة وعي إلهي بداخلها. وقد حرم من الحب الإلهي من وضع نفسه بذيل من الذنوب والآثام، فأصبح بغطاء وحجاب كما قال عنه كفار أثيم، أي هو الذي كفر نفسه، أي غطاها غشاها من خلال الآثام، فتبعثرت الطاقات منه في المقامات الدون ولم يحصل جنة الوعي الإلهي وتجليه بالقلب النقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله محبة لا مشروطة، يحبنا دوما، ولكن إذا اتبعنا سواء السبيل والصراط المستقيم فإن طاقة الحياة تنمو لكي نحصل جنة الفرح بالكرة القلبية النقية، وسيغفر الذنب والشرك بالمقامات الدنيا من خلال أقدار نواجهها بصعوبات وجودنا الآني. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لمن أعرض عن مركزه القلبي النقي بتحدر معلومات السماء من العقل الشمولي الواسع المرن، فقد حرم نفسه من جنة عرضها السماوات والأرضين وطولها وعي العقل الشامل وعرفانها كرة محبة بداخل القلب النقي. فمن طلب عين المقصود فالله هنا، ومن لم يطلب فالله لا يحب الكافرين، لأن الإنسان ابتعد عن هذا المقام اللطيف الواسع الأفق.
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. أجرنا على الله بداخلنا طاقات تسمو بنا ترتفع لنصبح بهذا الوعي الواسع النقي بحب فرح بداخلنا. ما أجمل الفرح عندما يتجلى بدائرة القلب فينبض القلب بالحب الإلهي. الله محبة وقد تشوه بأفكار الناس ومعتقدات البشر وأعمالهم الظالمة فأصبح وكأن الله لا يحب الظالمين. أصبحوا كائنات مفصولة بعيدة عن الإله. القريب من الله قريب بقلب الفرح هنا والآن. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لأن الأنا يرغب بالامتلاك، والصدقة والنفقة والتضحية والإيثار تؤدي لارتفاع الطاقات بداخلنا فنصل لجنة المأوى بقلب نقي. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هي تجارب الحياة ننجح بها من خلال محبة الحدث، الصفح الجميل عن المسيئين، لأن مكافأتنا وثوابنا بداخلنا في داخل القلب. من خلال هذا الإحسان سنصل هنا والآن، وسينتفي منا الزمان، وستقوم قيامة وعينا حقا إن أحسننا مشي الهوينا على الأرض، عدم أذية التربة أو الماء أو النار أو الهواء أو الفضاء، عدم أذية أي مخلوق. إن نجحنا بتجربة رؤية الإرادة الإلهية خلف الشخصيات البشرية والأحداث اليومية فالله يحب المحسنين، لأننا بقمة الإحسان. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هنا نصبح شهداء مع الشاهد الأبدي الحي الذي لا يموت، بعيدا عمن ظلموا أنفسهم بحبها من يموت فعاشوا الجهل في دنيا الجهل، عاشوا المعصية في وادي الدموع، عاشوا الظلم في بئر العوالم، في أرض قاسية صلبة، ظلموا أنفسهم ببعدها عن مركزيتها بالمحبة اللامشروطة. أما من آمن حقا واتبع سلوكا قويم وصبر على المحن والبلايا وقد كظم الغيظ وعفى وسامح وأصفح فقد برهن على أنه كائن يحتفظ بطاقاته في داخله ليسمو به الوعي على حبل النور، على
العمود النوراني على المحور النوراني من سماء العقل لتربة الأرض، ليصبح بوعي الشاهد على أحداث الوجود بعيدا عمن ظلموا أنفسهم. والله لا يحب الظالمين، لأن الله واحد بالوعي بالروح معنا. فنحن من نبتعد في دنيا الجهل لنصبح بجحيم الانفصال، هنا ظلم النفس. وفي المقابل، إن من سعى وجاهد بداخل نفسه ليحصل هذا المقام النقي بقلبه، حقا أصبح من الشهداء على أحداث الحياة، أصبح من الشاهدين مع الشاهد الأبدي، أصبح ممن عبر عنهم والشهادة للذات التي لا تغيب. في هذا المقام وبلحظة واحدة يتحدر على القلب النقي معرفة ألف ألف ربيع، هنا يصبح بالعلم اللدني، وهنا يصبح بجنة يحبهم ويحبونه، هنا على مائدة الكمال قد اجتمع ثلة من المؤمنين بتوحيد رب العالمين، غير آبهين بمن ظلموا أنفسهم وأشركوا بالله أغيارا، وقد اعتقدوا وظنوا بأنفسهم أنهم من الموحدين، وخمنوا أنهم من المسلمين، وما دروا أن حقيقة التوحيد بجمع كل الطاقات بحبة محبة قلبية وسعة عقل شاملة، وما دروا أن الإسلام الحقيقي تسليم للنفس فلا تنحدر في متاهات المقامات الدنيا، ولا تتوه بقيعة الفرحين، ولا تضل السبيل بتشعبات الطرق، فهي تسليم كل الأمور لله المحب الرحمن الرحيم. فنحن به وله ومنه ومعه، نحن بدائرة الفرح. ننحني لجمال تجليه في قلبنا النقي، ننحني
ونذرف الدموع لنغسل أدران السنين بعد أن كنا ببعد عن هذا الإيمان وهذا اليقين. هنا نشعر بكرة الفرح تتسع وتتسع وتتسع لتسع كل الكرة الأرضية، فنصلي للجميع أن يكونوا بسلام، أن يكونوا بوعي الفرح. كونوا بسلام، كونوا بسلام، كونوا بفرح وسعادة وسمو وسلام. لمن أحب أن يفتح العيون بالتدريج بعد دقيقة يستطيع، ولمن يرغب باستمرار التأمل مع موسيقى الجمال فله اختيار الحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.